الحكايه كانت من زمان قوي وانا تقريبا في تاني اعدادي او تالت اعدادي. من وانا في اعدادي مدرسه وانا بحب الرسم والفن والحاجات دي كلها. وتمام يعني ده كان اكتر قرار خدته في حياتي وكنت مبسوط جدا وعمري ما ندمت عليه. بره الكليه حاجه وجوه الكليه مع اول عتبه بتعتبها حاجه تانية تمام. جميله عالم تاني او زي ما احنا فعلا بنقول عليها هي كوكب تاني. دخلت فنون جميله يعني حسيت الموضوع كله في راحه نفسيه يعني الدكاتره بيتعاملوا مع الطلبه بطريقه غير اي دكاتره في اي كليه تانيه. لما تبص نفسك في اعدادي غير وانت خارج بعد 5 سنين. يعني التيشيرتات الضيقه جدا على الجسم والتيشيرت المجسم واحنا اصلا جسمنا كده. احنا تقريبا كنا بنتعرف على بعض في اول فتره في الكليه كنا في المواصلات يعني كنا دايما لما نركب مواصلات اي حد شايل شنطه ارت باج من واحنا تقريبا في اعدادي خلاص انا عرفت فنون جميله. لحد بقى ما عرفت هدى. انا لقيتها عارفه كل الناس في الدفعه ولقيتها بتقعد مع كل الجروبس فكان بالنسبه لي بقى انبهار بقى انا عايزه ابقى زي البنت دي بقى. فلقيت واحده جنبي بتقول لي انت جديده؟ قلت لها اه انا جديده. فقالت لي انا ميرنا. من ساعتها ميرنا وهي بقت واحدة من أهم صحابي يعني. كل حد عرفته في كل حاجة علم علامة مميزة وساب أثر مميز. فيعني أنا بذكر الكلية إن هي ادتني الفرصة إن أنا أتعرف على الناس دي كلها. من بعد أول يوم دوت وأنا كل يوم في الكلية بقفل مع الكلية بمشي يعني مغرفات كل يوم اطلع بره الجروب. مع سيكونس السنين بقى كل ما بتكبر كل ما بتبقى عادي ممكن تمنع حد بشكل تعالى انت اسمك ايه؟ رايح فين؟ كان في دايما نشر الروح دي للدفعات الاصغر، دايما في نقل خبرات ودايما في عطاء من الطلبه الاكبر ودي مدرسه فنون جميله عامه للطلبه والدكاتره بتاعتها. شايفينهم بيغنوا وبيرقصوا وبيلعبوا وبيتنططوا في الكليه، احنا كنا مبسوطين وكنا حاسين بالروح بجد يعني مختلف عن اي كليه تانيه. اول ما دخلت الكليه كنا حاسين ان احنا في النادي. عيونك شايفها وحاسس ان انا عارفها سيبيني فرصه وصفه مكسوفه ليه. دخلت اول امتحان مثلا ديزاين 8 ساعات ولا 9 ساعات لو ايه يا جدعان كل ده ازاي واحنا ازاي هنقدر نستحمل ده وبتاع. عمرنا ما هننسى ان احنا كنا بنتجمع في بيت بعض وبنهزر وعايشين مع بعض يعتبر وبنهون على بعض صعوبه الكليه والدراسه والمشروع. في امتحان من الامتحانات كنا قاعدين فعشت امتحان 9 ساعات فتمام ابتدينا حد ابتدى يطبل فراح عبد الرحمن علي واحد من عبد الرحمن علي ابتدى قاعد يغني. اسلام شاذلي كنا قاعدين في الاتيليه ومره واحده لقيته وهو قاعد بيرسم راح مطلع رجله لابس شبشب بصباع وراح حاطه على الترابيزه اللي وراه كانت قاعده بنت وقعد يلعب بصابع رجله وهو بيرسم. احنا كنا ساعتها بنشتغل مشروع ريسايكل وكنا كذا حد وكنا جايبين عصيان خشب فجينا في مره كل واحد مسك عصايه في لحظه غباوه نضرب بيها بعض ماشيين يعني بهزار وبتاع. فالكلام ده كله كان ورا مبنى العميد فدكتور سيد قنديل كان خارج في المره في مكتبه لقينا بالمنظر ده. احنا اول ما بصينا لبعض وعينينا جت في عين بعض اللي هو كل واحد رمى العصايه وجه. انتوا ازاي تجيبوا حاجه زي كده؟ طبعا دكتور احمد حسني ولما كان بيعدي علينا وعمره ما سابنا وكان ما بيسيبناش خالص في اي تنفيذ في اي حاجه بنحتاجها منه. انا ما هننسى برده رحله اسكندريه بتاعت سنه ثانيه كان معانا دكتور احمد حسني وكان لفينا فيها اماكن كتير قوي. امتحانات الفنون جميله هنا عندنا غير يعني انت في الامتحان انت لا انت ماشي هتلاقيك اكنك مش في امتحان انت خارج مع اصحابك انت قاعد حاطط المزيكا بتاعتك في ودانك وقاعد بترسم الناس صحابك قاعدين بيهزروا واحد بيرسم التاني. اهلا بيكم في تاني حلقات من المعلم الخطير الفنان شريف منير. احنا بدينا سنتين عشان نعرف مين اللي عمل الحوار ده. علقوا صورة حاتم وحسام على في كل سلالم الكلية بتاعت كل المباني في كل الحوش تحت ان هم مختلين ومطلوبين يتسلموا دلوقتي ومكتوب ارقام تليفوناتهم. فطار رمضان
طبعا ما حدش هيجيب سيره فطار رمضان الا لما تيجي ابتسامه بلهاء في وشه من كتر المواقف والحاجات اللي بتحصل. كل سنه بيكبر عن السنه اللي قبلها. يعني اول سنه جت ساعتها جبنا المغنى خان بالمسمى القديم بتاعه اللي هم هوس حاليا. فطار رمضان تقريبا هو احلى حاجه في فنون النجيل. هدفنا في الفطار ان احنا بتجمع الناس دي واللي متخرجوا واللي بقى لهم قد كده وتجيبهم مكان واحد يفطروا مع بعض ويقابلوا بعض. كنت رايح ناحيه عند نحت بجيب كوبايه قهوه فلقيت راجل كبير واقف على عصايه بيندهن. كنت انا لابس ساعتها الاي دي بتاع الاتحاد فرحت له فبيقول لي انا عايز اشكرك ان انا ان انتوا عملتوا حاجه زي دي خلتني اجي اشوف ناس من دفعتي. فسالته حضرتك دفعه كام؟ مش فاكر قال لي دفعه كام و80 يعني هو اتخرج في الثمانينات. فده حلو ان احنا بنقول للناس تعالوا بأي كان انتوا فين دلوقتي في الدنيا بس تعالوا شاركونا اليوم ده. اول فطار بدا تقريبا ب 100 او 150 شخص حضر في الكليه. تاني فطار بنعمل الايفنت بعديها بساعه نلاقي فيه 400 500 واحد جوينج على الايفنت. اخر فطار في الكليه حرفيا كنا بنعمل ايفنت بعد نص ساعه بتلاقي 3000 و4000 واحد عاملين جوين. بنتصدم من يوم الفطار نفسه ان ال 3000 دول بيجوا 6000. يعني طبيعي في اي ايفنت ان اللي بيعمل جوينج على الفيسبوك بيجي اقل منه. لا الفطار الجماعي كان بيعمل 3000 تيجي الكليه تلاقي فيه 6000 بني ادم. احنا بنستناه فعلا من اول كل سنه بنستناه واول ما بيخلص بنستنى الفطار اللي بعده. عمري ما كنت اتخيل ان في يوم من الايام هيجي عليا الدور ان انا هبقى خريجه وانا اللي باجي الفطار وانا اللي جايه معزومه كده. رحله الاقصر واسوان الرحله دي يا جدعان كانت نكد على مستويات كتير بس انا كسعد انبسطت جدا. ليه؟ لان على قد ما هي كانت نكد ليه؟ كانت نكد لان 70% من اللي كانوا في كانوا في الرحله جالهم تسمم في يوم. هو الدفعه النحسي هو الدفعه النحسي ربنا يوصل الناس على ده. لا احنا حفل خلي بالك من احلى اسبوع في حياتي كلها اسبوع رحله الاقصر واسوان. انت الناس اللي انت عايش معاهم 5 سنين في الكليه انت بقيت عايش معاهم 24 ساعه في 24 ساعه بتنام وتصحى تشوفهم. واللي هو احنا اصلا مجرد ما وصلنا محطه مصر بعد ما رجعنا من الرحله واحنا بنسلم على بعض كنا بنعيط بالدموع. الناس كلها بتعيط بالدموع. رحله تحفه رحله يعني ما فيش كلام يوصف الاسبوع اللي احنا عشناه ده. الفن ده مش هقدر اقول عليه يوم مش عادي. طبعا مستر دفعه ساعتها كان شناوي وهو اللي كان مظبط كل حاجه يعني فكان يوم لطيف. كنا احنا عملنا تيشيرتات ووحدنا ونزلنا كلنا في يوم واحد وشغلنا الدي جي وانبسطنا وفرحنا. انا هنسى الفان داي بتاعنا كان اول فان داي بالليل. يعني 10 هي 10 هي 10 منو مشروع التخرج بقى اصعب فتره في حياه كل طالب في فنون جميله واحلى فتره في حياه طالب فنون جميله. بتبدا بقى انت كورسات تنميه بشريه تبدا تسمع ابراهيم الفقي وبتاع ازاي تبقى حصان الاسود في الحياه والكلام ده كله. في 35 يوم العد يبدا كل يوم عن التاني بتقل 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 لحد ما انت خلاص هتخلص. اكتر حاجه دايما بتاثر فيك قوي ان هو لما تلاقي حد مثلا من اعدادي او اولى او ثانيه هو طالع هو لسه مش عارف هو المفروض يعمل ايه او هو مش فاهم انا اقدر اساعد ازاي بس هو طالع يعني اديني فرشه ويلا يعني يلا هنشتغل هنعمل اي حاجه. انت هتلم كل اللي حصل في 5 سنين في شهر واحد من حزن لزعل لفرح لتوتر لهدوء اعصاب لبرود لرخام لكل حاجه. لحد بقى ما اتفاجئنا في اخر اسبوع واخر 4 ايام ان ايه ده يا جدعان احنا خلصنا مشروع التخرج ايه ده احنا هنتخرج مش هنقعد في الكليه تاني. الناس بتستغرب ان احنا مرتبطين قوي بالكليه للدرجه دي وان احنا لحد دلوقتي مش مصدقين ان احنا اتخرجنا. حاجات كتيره مش يعني لغايه النهارده مش 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 بقدر اعدي المرحله دي او اني اطلع من او ايه ده انا بتخرج ده انا اتخرجت انا هشتغل ده انا في دنيا ثانيه اصلا. تحس ان انت في حته من المكان بتتشال منك وفي حته منك بتتشال من المكان وانت كنت المفروض تبقى جوه وفجاه انت لا يعني اطلع بره يالا. البركات بيجي يطردك بره الكليه زي كل يوم زي عادته اطلع بره جوار اطلع بره شناوي اطلع بره كذا بس انت طالع اللي انت مش راجع تاني انت طالع ان انت راجع زائر مش راجع بيتك. بنيجي خارجين كلية كان كلنا طبعا مشاعر غريبه والدنيا غريبه صورنا صوره اخيره واحنا ماسكين في باب الكليه ومش قادرين نسيب الكليه. 5 سنين الكليه عدوا عليها ازاي؟ هي الفكره ان هم عدوا امتى؟
إعادة السرعة للضوء اللي هو إحنا ما حسناش أو ما استمتعناش بخمس سنين. أنا نفسي يتعادوا تاني وتالت ورابع، وأنا عمري ما زهقت منهم. خمس سنين عدوا كأنهم يوم واحد، ونفسي اليوم ده حتى أعيشه تاني. لو الخمس سنين بتوع الكلية عدوا علينا كأنهم يوم واحد، فأنا حقيقي كل اللي نفسي فيه حاليا إن إحنا نرجع يوم واحد بدفعتنا بلمتنا بكل حاجة، بس اليوم ده يعدي علينا كأنه خمس سنين مش يوم واحد خالص. قال لك الحكاية خلصت، حسينا ان احنا ايه الحكايه خلصت، احنا لسه داخلين امبارح، يعني ايه الحكايه خلصت؟ اسلام اللي ابو صابع رجلين في الاتيليه هو تعبان في المستشفى، فهو هيقول كلمتين. انا الوحيد اللي بصور الفيديو في مكان مختلف، بما ان المفروض اتكلم على دفعتي في الفيديو ده، فهو ده يعني اكتر وقت مناسب بجد. انا تعبان بقالي فتره في المستشفى، يعني بعدي فتره صعبه جدا، وبجد يعني لولا ناس كتير في دفعتي كانت جنبي، يعني ده بجد غير حاجة كتير، وهم كانوا سبب كبير قوي في ان انا يعني افوق من اللي انا فيه ده شويه واتحسن شويه. فبجد يعني شكرا جدا، اتمنى ان شاء الله ان انا اكون كويس واخرج واشوفكم في الحفله، ولو ما قدرتش اجي يبقى انا لسه هنا، فادعوا لي يعني ان انا اخرج من اللي انا فيه ده. بس انا بحبكم جدا. بالنسبه لدفعتي، رغم كل المشاكل اللي احنا مثلا بنقضيها على يعني قضيتها معاهم، والكوارث اللي احنا عملناها، وبكتر ما احنا كنا دفعه نحس وكل المواقف بحلوه وحشه، بس هم بجد انا بحبهم، لان حتى فيهم ناس كتير قوي اكتشفتهم في الاخر. يعني الناس دي انا ليه ما عرفتهاش من الاول؟ بصرف النظر يعني ما بحبكوش بالطريقه اللي انتم متخيلينها قوي يعني، بس بجد انتم من الناس اللي عمري ما عرف اعوضهم تاني، وهفضل فاكركم لغايه اخر عمري حتى لو ما عرفناش نتقابل تاني. شكرا من كل قلبي، شكرا على كل لحظه احنا قضيناها مع بعض، كانت ايام حلوه يعني ما تتنسيش. وبقول لهم ان احنا بجد نفسي يوم واحد من الايام دي يرجع مع بعض تاني، زي ما احنا كنا فعلا قاعدين في الاتيليهات مع بعض، وايام مشروع التخرج والرحله وكل الايام اللي احنا عشناها دي. بحبكم. مش عايز اقول حاجه لدفعتي، على قد ما انا عايز اشكرهم على الذكريات اللي انا قضيتها معاهم وعلى كل حاجه قضيتها معاهم، بس انا نفسي في يوم نرجع فيه كلنا متجمعين زي مثلا يوم الفان داي بتاعنا. انا بحب الدفعه جدا كل واحد فيها، لان انا يعتبر مريت مع ناس كتير بحاجات كتير، وكان في موقف كتير، بس انا برضو بحبهم مهما بيحصل منه حاجات وحشه وحاجات بتقع وكده، بس بجد انا بحبكم قوي يا جماعه بجد. يعني انا بالنسبه لي احسن ناس عرفتهم واحسن صحاب. انا عارفه ان انا مهما اشتغل ومهما اعرف ناس انا مش هعمل صحاب زي اللي معايا، عشان كده انا بحاول احافظ عليهم مهما كان. بس فعلا دفعتي مختلفه، فعلا انا بحبكم قوي، واتمنى ان دي تبقى احلى بعد كده، يعني سواء في الشغل سواء في علاقتنا كلنا مع بعض نفضل موجودين يعني، وده اللي ان شاء الله يحصل.